يعني نقل لصواريخ مزودة برؤوس كيماوية خلال اليومين الماضيين واليوم إلى مطار الشعيرات، ومن ثم تم نقل هذه الصواريخ إلى عناصر حزب الله اللبناني عن طريق قرى دبين الناعم. بعدها دخلت هذه الصواريخ إلى منطقة تسمى وادي حنة في بلدة زيتي، ثم تم نقل جزء منها إلى الهرمل. هذه عمليات نقل هذه تتم بشكل يومي لا سيما في وقت الفجر.